نرحب بالباحث والكاتب الدكتور بكر خازر المشعلي. أهلا وسهلا فيك دكتور، شرفنا وكل عام وأنت بألف خير. أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير دائما. أهلا وسهلا دكتور. إحنا كل شخص بتردد على حلوة يا دنيا في برنامجنا لأكثر من مرة فهو صديق البرنامج، يعني حتى لو طالت السنوات. ربنا يعطيك الصحة كمان كل سنة وأنت سالم. بمناسبة أيضا عام جديد وذكرى المئوية، نتحدث معك مباشرة حول احتفالاتنا، احتفالات الأردنيين، احتفالات المملكة بشكل عام بذكرى مئوية الدولة. إحنا كأردنيين وعرب لنا حق أن نحتفي في 100 عام من هذا المشروع النهضوي الهاشمي العروبي. نعم، ما بدي أسميها الأردني فقط بل العروبي، القومي العروبي. نعم، اللي بدأ مع ملك العرب الشريف حسين، وأيضا واجه صعوبات الملك المؤسس واستمر وأنشأ الدولة. في رمزيات لهذه المسيرة مثل مدينة معان، ونبدأ الحديث من هناك، اختيار مدينة معان ووصول نعم. الأمير. نعم، يعني هو في البداية فعلا إنه من حقنا أن نحتفل، من حقنا أن ننمي ثقافة الفرح بجيلنا الحالي اللي من حقه أن يعتز بكل هذه الإنجازات اللي تمت. وإذا بنبدأ من معان، يعني معان هي عاصمة التحرير وعاصمة الانطلاق في البداية. بالطبع في تلك الفترة معان كانت جزء من أرض الحجاز وليست من شرق الأردن. فبوصول الأمير عبد الله إلى معان في 21 تشرين الثاني من عام 1920، هذا الوصول لم يكن يعني فجأة، بل خطط له ما بعد معركة ميسلون وانتهاء الدولة العربية في سوريا، اللي اعتقد البعض أنه هذه كانت نهاية مشروع النهضة العربية. ولكن الأمير عبد الله استأذن والده الشريف حسين بن علي وقال له: أرجو أن تحملني تبعاتي هذه المرحلة القادمة. وهذه المرحلة القادمة هي بحركته من مكة المكرمة إلى معان، وهناك وجه أول ما وجه منشور إلى السوريين العرب. كلنا نحن سوريين للآن. نعم، نحن كلنا سوريين. نعم، فوجه أول منشور بمفهوم سوريا الكبرى، مفهوم سوريا الكبرى. نعم، وحتى على ذكرت كلمة عروبي، في كل خطابات الملك عبد الله الأول لم يذكر دولة عربية واحدة بالاسم، بل كله خطاب قومي عربي، والتركيز فعلا على العروبة والقومية وكيف يمكن إعادة المجد العربي ليكون فعلا كما هو مجدا تليدا عبر الزمن. فالرسالة الأولى اللي وجهها الأمير عبد الله من معه إلى القوميين أو إلى السوريين العرب هي دعا كل أحرار العرب أن يأتوا إلى معان ليبدأوا التخطيط للمرحلة القادمة، لتبقى فعلا جذوة النهضة مشتعلة، وليبقى علم الثورة العربية الكبرى، العلم العربي مرفوعا، ولتبقى فكرة النهضة هي موجودة ما بين الجميع. وفعلا توافد الجميع إلى معان من كل المناطق، من شرق الأردن وعشائر شرق الأردن، من فلسطين، من العراق، ومن قدم معه من الحجاز، ومن استقبله في مدينة معان، لأنه كان هناك تخطيط له وتجهيز لقصر الملك المؤسس، يعرف الآن باسم قصر الملك المؤسس. نعم، تجهيز هذا المكان ليكون مقرا للدفاع الوطني، سماه الأمير عبد الله بن حسين في ذاك الحين مقر الدفاع الوطني في ذاك الوقت. فكانت البداية والتخطيط بهذه الإقامة اللي أقامها الأمير عبد الله لمدة حوالي 100 يوم في معان، جاء هو من أجل الزحف باتجاه دمشق لإعادة عرش فيصل. نعم، والعرش العربي الهاشمي هناك. ثم خلال هذه الفترة صارت تحولات سياسية، هذه التحولات السياسية هي اللي جعلت الأمير عبد الله بحكمته وسياسته أن يتحول إلى سياسة التفاوض مع البريطانيين، لسبب رئيسي يجب أن نذكره، أن البريطاني توقع الأمير عبد الله أن البريطانيين يسندوه باعتبار أنه حليف معهم، ولكن حذروه بأننا لن نقف متفرجين
إزاء أي محاولة أو حركة تمس حليفتنا في سوريا اللي هي فرنسا. فرنسا صحيح. وبالتالي أدرك أنه أمام عدوين في ذلك المرحلة، وأنه عليه أن يشق طريقه بطريقة يخرج بدولة، يخرج بأن تبقى جذوة النهضة والراية مرفوعة. فكان التفاوض السياسي في ذلك الحين، وكان التحضير للزحف من معان إلى عمان، وتم ذلك الزحف بصورة فعلا موضوعية وعلمية بالتعاون مع الوطنيين وتعاون مع جماعة حزب الاستقلال اللي انضموا إليه في رشيد طلع رشيد طلع واحد من نعم انضم إليه في عمان، لكن هناك في أشخاص قبل رشيد طلع نعم قبل رشيد طلع أيضا من حزب الاستقلال انضموا إليه في نعم كحزب نعم لما وصل لعمان هناك وصل في 2 آذار 1921 ودائما يقول إذا بدنا نصدر هوية وشهادة ميلاد للدولة الأردنية فإن الدولة الأردنية قد ولدت يوم 2 آذار 1921 بوصول الأمير عبد الله، لأن وصوله إلى هناك اكتنف العديد من الصعوبات والتحديات على مدى الأشهر السابقة. كان هناك من يعمل على أن لا يبقى أثراً لفكرة النهضة العربية. صحيح. نعم. صحيح. في هذا الوقت. طيب دكتور بكر، إحنا هون قررنا أن نتوقف عند مسيرة الأمير عبد الله بذلك الوقت ونشوف كيف كمان كان، لأنه هناك زي ما ذكرت كانت فكرة الأساسية للنهضة العربية والعمل الميداني والفعلي كان بذلك الوقت مع الأمير عبد الله. ولكن إذا بدنا نحكي عن أهل شرق الأردن، يعني كان في هناك التفاف عربي حول الأمير عبد الله بهذا الفكر النهضوي التوسعي القومي الشمولي. شرق الأردن كيف تعامل مع الأمير عبد الله عندما وصل إلى معان؟ نعم، يعني شرق الأردن في البداية هو كان جزءا من المملكة العربية السورية، ومنطقة شرق الأردن كانت تعرف باسم محافظة شرق الأردن، وكان محافظها علي رضا الركابي، كانت محافظة كاملة وموجودة وجزء. لما احتلت سوريا بعد معركة ميسلون بقيت، وفلسطين كانت مسيطرة عليها من قبل البريطانيين، بقيت منطقة شرق الأردن في فراغ شوي. وعندما تشكلت أول حكومة سورية بعهد الجنرال غورو اللي احتل سوريا، رئيس الحكومة السورية كان اسمه علي الدروبي، وجه رسالة إلى متصرف عجلون ومتصرف معان ومتصرف الكرك، وجه لهم رسالة أنه تلقوا الأوامر من دمشق، إنكم تابعين لدمشق. وكان متصرف معان في ذلك الوقت اسمه عبد السلام كمال. فلما اجت الرسالة اجى عبد السلام كمال راح رفع العلم الفرنسي على دار الحكومة في معان. فالعرب هناك شو العلم الفرنسي هذا اللي احنا وين صرنا، يعني من احتلال يعني مع عثماني الاحتلال الفرنسي. فقام الشيخ عودة أبو تايه بالهجوم على هذا المركز، وأنزل العلم الفرنسي ورفع العلم العربي وحط عبد السلام كمال بالسجن في ذلك الحين. هاي واحدة من الأحداث اللي ممكن نشير إليها، لأنه عندما نتحدث عن مثل هذه الأحداث عندما نتحدث عن مرحلة الوعي القومي المبكر في شرق الأردن، كان مرحلة وعي قومي مبكر تماما في منطقة شرق الأردن. هذا الوعي تمثل أنه أهل شرق الأردن بادروا إلى إنشاء حكومات محلية، أبرزها حكومة عجلون وحكومة البلقاء أو حكومة السلط وحكومة الكرك. هذه الحكومات هي محاولة أولى لوضع تنظيم للدولة حتى ما تبقى في فراغ. ثم تدخلت بريطانيا وأرسلت على شكل مساعدين مستشارين بريطانيين، بلغ عددهم 6 مستشارين إلى منطقة شرق الأردن للمساعدة في هذا الوضع، ونشطت حركة المؤتمرات الوطنية سواء في منطقة إربد أو السلط أو الكرك، ومن أبرزها مؤتمر أم قيس اللي كان ب2 أيلول أو 3 أيلول من عام 1920. هذا المؤتمر اللي وضع أسس دولة أردنية قادمة، وطلب هذا المؤتمر أن يترأس هذه الدولة أمير عربي. وبالتالي من هنا انطلقت الدعوة للأمير عبد الله للقدوم إلى
شرق الأردن، لأنه أهل شرق الأردن يؤمنوا بأن الثورة العربية الكبرى ومشروعها صحيح. النهضبي هو المشروع العربي الذي ولد ليستمر بعد أكثر من 4 قرون من التغييب والاستلاب صحيح. اللي كان خلال فترة العهد العثماني صحيح. اللي إحنا لم نشاهد خلال هذه الفترة لا علم عربي ولا دستور عربي ولا حاكم عربي ولا طابع عربي ولا جواز سفر عربي صحيح. نهائيا كنا مغيبين نعم. تماما. العرب كانوا في تغييب وغيبوبة نعم. لذلك الآن إحنا وصلنا لمرحلة أنه أهل شرق الأردن هم الذين بادروا في عملية دعوة الأمير عبد الله، وتشكل وفد أردني تقريبا في بداية شهر شباط من عام 1921 من مختلف الزعامات الأردنية، وذهبوا إلى الأمير عبد الله إلى معان للترتيب لمرحلة القدوم إلى عمان. بشكرك دكتور للسرد التاريخي. سأكسب ما تبقى لدينا من دقائق معدودة نعم. لمحور مهم وكلام جميل ذكره جلالة الملك، أشار إله من أيام المئوية الثانية. نعم. إحنا بهاي السنة عم نطوي 100 عام خلصناهم. نعم. تاريخ بحلوه بمره بإنجازه 100 عام، ولكن كيف نتطلع إلى المئوية الثانية؟ نعم. يعني كلام جلالة الملك عبد الله الثاني قبل أيام إنه يجب أن ندخل المئوية الثانية ونحن أكثر استعدادا وأكثر إنجازا. حتى نبني على ما بناه الأوائل. هذه رسالة لكل واحد منا أن يراجع نفسه وأن يبدأ بمرحلتين هما متلازمتان. مرحلة أول شيء يجب أن يقرأ التاريخ جيدا، يقرأ الأحداث السابقة جيدا، ويستفيد من مما حصل في السابق وكيف سار الأجداد وكيف كانت عندهم قيم الأخلاق، الإخلاص، قيم المواطنة، قيم الوفاء، قيم القدرة على الإنجاز والتعاون بشكل كبير والتصميم والإرادة والعزيمة. كل هذه الصفات اللي كانت موجودة بالرجال الأوائل اللي بنوا هذا الوطن، وكانت مرحلة بناء فوق بناء مستمر. كيف يمكن أن نستخلص العبر والدروس من هذه المرحلة السابقة، ثم فعلا كيف نوظف تكنولوجيا العصر والمستجدات وما يجري على الساحة حاليا، وأن نستفيد من الأزمات حولنا، وكيف بعض الدول انهارت لعدم وجود قيم الإخلاص، قيم الوفاء، قيم المواطنة، وكيف أن هذه القيم كانت تنمو في مجتمعنا ولازالت تنمو وبحاجة إلى صقلها، وأيضا بحاجة إلى الاستفادة من الوضع الحالي فعلا للبناء على ما سبق لنصل إلى الأردن النموذج. دائما جلالة الملك عبد الله الثاني يقول كلمة مشهورة باستمرار بخطاباته، نريد أن نصل الأردن النموذج، الأردن الأفضل. الأردن النموذج والأفضل هو بمواصفات أن تكون هناك عزيمة وإرادة وتخطيط وقوة، وأن يكون هناك شيء مهم، العدالة أيضا والديمقراطية الحقيقية. بنلاحظ أوراق نقاشية لجلالة الملك، 7 أوراق نقاشية، 5 أوراق منها تتحدث عن الديمقراطية وبناء الحكومة المدنية وبناء الحكومة البرلمانية والوصول إلى أحزاب محدودة تخدم هذا الوطن، وبكل خطابات الملك. لكن فعلا جلالة الملك باستمرار عنده ثقة بالشعب مثل ما هي ثقة الشعب به. وآخر خطاب له مذكر أيام جائحة هل بنمر فيها، عندما خاطب الأردنيين وقال لهم أنتم كبار. كلمة أنتم كبار يجب أن نستوعبها، نعرف كيف فعلا أن نكون كبار بأخلاقياتنا وبعملنا وبإنجازاتنا وإبداعنا، حتى نصل فعلا الأردن الأفضل، الأردن النموذج في المئوية الثانية، ونستهل هذه المئوية فعلا بالإنجاز على أسس من العدالة والحق والعلمية. نعم. صحيح. والمواطنة الحقيقية بالنهاية هذا هو الأهم. ويمكن نختصر أيضا هذا الموضوع دكتور بدر بختام لقائنا بأنه فعلا يجب أن نفكر مليا. نحن الجيل الثالث للأردن، ماذا سنقدم؟ ماذا سنقدم للأجيال القادمة؟ ماذا سأقول لأبنائي عندما يكبرون؟ ماذا سأقول لأحفادي عندما يكبرون؟ ماذا قدمت لبلدي، هذا البلد الذي تعب وأخذ سنين طويلة لكي نكون
متمتعين بهذه النعمة والاستقرار والراحة، فلا بد أن نقرأ التاريخ لكي نعلم بأنه هذه الاستقرار اللي إحنا عم نتمتع فيه بالأردن هذا لم يأتي من فراغ. هناك أشخاص عانوا وضحوا وقدموا الكثير من أجل أن نصل إلى ما وصلنا إليه بالأردن. مرة أخرى اسمح لنا دكتور بكر نشكرك على حضورك معنا. عفو. كل عام وأنت بألف خير وأهلا وسهلا. شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير والوطن بألف خير.